الدين. اسيسفيون الدين سيسال لرد التاوي في فوت الحديث نرقص نربي دي اسيسفيون وفانين في الدين النو اسيسفيون الدين سيساد ربدي زريك ريكتس خدي زيتي سموس ندوكت ياوز فوسايس الأستاذ عبد الله ومحلى إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا قلبي يسبح الله خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا حفت بنا نفحة الإيمان فارتفعت حرارة الشوق طاب اللقاء وطاب الموعد بكم أيها المستمعون الأوفياء ومشاعر نحو العلا تتصعد ومرائع الروض البهية أزهرت وجرى بها ماء الحياة مزغرد يسعدنا تواجدكم فيها عند هاد يحمد ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغترب سافر تجد عوضا عمن تفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم مجددا أيها المستمعون الأوفياء لإذاعة راديو أتبير طيلة أيام هذا الشهر المبارك مع الأستاذ المحترم عبد الله أمحلى ليلقي على مسامعكم سلسلة أحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة إسيسفيون الدين كما صلى الله عز وجل أن يفتح لنا في هذا الشهر المبارك أبواب الجنان والخير والتيسير اللهم اجعلنا فيه من الفائزين واجعل سعينا فيه مشكورا واجعل ذنوبنا فيه مغفورة واجعل فيه عملنا مقبولا اللهم اجعل صيامنا فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول محكمة فروعه بالأصول بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل دلالة في النار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة ولبى نداء ربه حتى أجاب مناديه، ومشى طوال أيامه ولياليه على شوك الأسى يخطو على جمر الكيد والعنت، يلتمس الطريق لهداية الضالين وإرشاد الحائرين، حتى علم الجاهل وقوم المعوج وأمن الخائف واطمأن القلق، ونشر أضواء الحق والخير والتوحيد والإيمان، كما تنشر الشمس ضياءها في سائر الأكوان. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه، رفع الله له ذكره وشرح صدره وزكاه ربه على جميع خلقه، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وسجودنا وركوعنا وقيامنا. اللهم اعتق رقابنا في هذا الشهر المبارك، اللهم قربنا فيه إلى مرضاتك، ونبهنا فيه عن نوم الغفلة والكسلان. اللهم اجعلنا فيه من المستغفرين، وارزقنا فيه طاعة الخاشعين يا رب العالمين. أرنس براكسي مسفليدن ولتي مسفليدين عزانين ليس فليد نسليد عن راديو أتبير، أرسنتني بركات سيساد ليغان وينون أسايس نئسيس فيون الدين ليغان يتسلسل الأحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة. غصديت ما دستما إسوسميي أددون دروغ الدرس مغصاد غك اللي فرات سولغ فسنة النقاط. أولا، صفة أرض المحشر. النقطة الثانية، كيف يحشر الناس يوم القيامة. النقطة اللي زوارن رانسور في الأرض المحشر ماني كيقا وكال اللي غرد تبعيت نميد سكرن قيس الحشر، يعني اللي غرد تحسيب بإذن الله جل وعلا، اللي غري الحساب غنقر يفصن ربي سبحانه عز وجل ماني كيقا الأرضاد. النقطة السنات، ما نكسر ضد تحشير أفغان أرجاز ولا تتمت. وكان ييتما غيك اللي نكمل غمس اللقاء نفخ في الصور نفخة البعث، نبيد نساول لنا هان نبيد رات نيمز يلا منظر إيجان مهيب إيجان رهيب، لقنات تفون ميدنا غمس القبور نسن حفاتا عراتا غرلا. لا تنسوا الفون شكا لان هان بناد مرد يفو غمس القبر نسايا يتما، ولا كن انت يستما وردي السي اللي والو قبل العمل نس رد يفو وريل سي والو غضر نس، ولا اللي بس ولا اللي بس ودرسي اللي والو فما سيقل جسد نس غرلا غير مختون غير اللي تيترو اموس. ولكن ان هان كريجاتيان رديتو بعكس الهيئه اللي سموت، كل يبعث على الهيئه التي مات عليها. وان يموت نفطا عن ربي هان رديتو بعيد سنفس الطاعه يتما، وان يموت في المعصيه نسال الله العفو والعافيه هان رديتو بعيد سنفس المعصيه. ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم:
يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه، أي هن كريغتيان ضيكي اللي سمو تسرد التبعيد بإذن الله جل وعلا. وأول من يبعث وتنشق عنه الأرض يوم القيامة هو حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. واللي ريزور يسرد يوري الروح الجسد يتبعي تسلد ربي القدرة ربي غمس الخلق جميعا سواء الأنبياء ولا الرسل، هن النبي صلى الله عليه وسلم ردي زور النبي صلى الله عليه وسلم نتن أفرير زموك لي قلول النبي صلى الله عليه وسلم نتن ردي تبعيت جميع الخلق غمس البداية الأمر بإذن الله جل وعلا. علاش؟ لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أغدر ربي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تدرسيت لمكان أغدر ربي مكان عظيما. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأنا أول شافع وأول مشفع. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سلم عن الحادثات نكينا إيجان السيد ولد آدم، نكينا كل إيجان السيد نسن يوم القيامة، نكينا أثر الدغي زور وكال إخفر لصير زم القبر نس وكان لغني التدفان. أنا أول من ينشق عنه القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يزول القبر أفلص يرزم، ثم قال: وأنا أول شافع وأول مشفع. هذا النبي صلى الله عليه وسلم انتان أمريك فربي غمس البداية الأمر الشفاعة، هذا غير سقر بالشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب لا تحرمنا من شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم، يا رب ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وكان يتمو النيران الشفاعة عن رسول الله يخصات أي تبعي الملة الإسلام، يخصات أي متفطع عن ربي سبحانه عز وجل، يصدق النبوة محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا من سيلي ديوي النبي صلى الله عليه وسلم غمس الكلام من ربي ولا حتى السنة النبوية الشريفة. يعني دوري سكال البداع يخص يحب رسول الله، يحب جميع أنبياء الرسول، يمت في الملة الإسلام، يحب ربي. هان ونغلان الصفة ذات ما هان نريد ترجو الشفع عن رسول الله، هان الشفع عن رسول الله رد استكفر بيوم القيامة. نزايد في الكلام أننا حتى ولي سفلدني الأذان، هذه حتى انتات حتى الأذان يتما ونرى الشفع عن رسول الله غير سفلدي المؤدين رتني الله أكبر، إن الله أكبر، إنا أشهد أن لا إله إلا الله، إنا أشهد أن لا إله إلا الله احتنت، إنا أشهد أن محمد رسول الله، نتحتك يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغن المؤذن حي على الصلاة، نت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن حي على الفلاح، نت لا حول ولا قوة إلا بالله، إن الله أكبر، نت الله أكبر، إن لا إله إلا الله، نت لا إله إلا الله. من بعد يقول نت غنشكا سجرت غنشكا يختلف الشفع عن رسول الله سجرت اسميد تنيت غلخر الأذان يختكمل المؤذين تنيت اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. ونيتني نغنش كديت ما ولو كن انت يستمع يغس في الدين المؤدين يكمل الأذان هان رطمت الشفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نزايد في الكلام في الحديث نغض الكلام في يوم الحشر. وإذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يغى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أول لفريرز من القبر وينشق عنه القبر، فإن أول من يكسى يوم القيامة خليل الرحمن أبو الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتان أريزور يخلص النرز من القبر، إما واللي ريزور أي تكسى لأن ميتنا كل سننا ركلو جن حفاتا عراتا غرلا، يعني واللي سينولو أول واحد رادس ديشك اللي بس غمس الجنة بإذن الله، يتلحل غمس الجنة بإذن الله، رادس تشكيت الحل غمس الجنة بإذن الله، هو سيدنا إبراهيم الخليل. إلا الفرق النبي صلى الله عليه وسلم انتنا ريزور فلسي نرز من القبر، جميع الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة، ولكن واللي ريزور رادس تشكيت الحل غمس الجنة ستيلس، وهو سيدنا إبراهيم الخليل. كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، وأول الناس يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. إن رسول الله هان يوم القيامة رتت بعيد نميد إرقاز نولة تتمين غمس الأرض لم يحشار حفاة عراة غرلا، يعني كما ولدته أمهاتهم والسين ولو أكلت نترو الوالدانسن. وأول من يكسى واللي ريزور ردز يشكل اللي بس التلس هو سيدنا إبراهيم الخليل. وفي رواية البيهقي من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: أول الناس يكسى من الجنة يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ويؤتى بي فأكسى حلة من الجنة، ويؤتى بي فأكسى حلة من الجنة. لقنا يشكى حلة سيدنا إبراهيم غمس الجنة فيكسى، من بعد سيكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انت غميت غمس الحلة من الجنة. الله أكبر الله أكبر. إذا نايت ما ذي ستما يخصاكونا تسلم على سيدنا إبراهيم، يعني فكا يصربي يعني المزيية باش أساسي تكسى يوم القيامة. ومن أجل ما تم ذكره من أهل العلم أشكو علاش سيدنا إبراهيم وكل ديون العلماء أنان يكطين سيدنا إبراهيم غمس العهد نس اللي غير المشركين التنغين مانيك اللي غاسن يدعى سيدنا إبراهيم الناس نخصكنا السلام العبادة ربي جل وعلا، دعاهم سيدنا إبراهيم للعبادة والربوبية ولتوحيد الله باش تعبد ربي سبحانه عز وجل. ننسهن كني رن تعبد الأصنام، ننسهن كني الأصنام للنفا فالوالدين هوبالت كذا، ننسوين يغن ربي ننسي ما ربي اللي تيني توري لي، ننس كني تعبد الأصنام اللي في النفا الوالدين ارتسكارن ما وجدوا عليه آباءهم. إن ياسن سيدنا إبراهيم وهوي هل واحد الأحد إيقات ربي إن ناسهم الكلير أن تعباد الشمس أن تعباد القمر أن تعباد الأصنام أن تعباد. فحاول معهم سيدنا إبراهيم وين سيدنا إبراهيم القصة تقول فعمد سل أصنام يرزيتن كله إن ياسيز الأصنام هذا التعباد أنت كذا يرزيتن كله سيدنا إبراهيم الخليل يوس يجوال كله قصن قرن الكبير نسن زوجان يخنيت ولي كل صنع يمقر غمس الأصنام وجنت ويجت سيدنا إبراهيم ورتي ديم ورتي رزي ورتي سكير ولو اللي غدوش كنا نمنفع على هذا بآلهتنا ما يسكن غير كدير آلهنا والآلهن غاية ما دازن إخصا كذا إخصا كذا ناس يلفتا اسم إبراهيم أو ينتيد إن ناس يستكينا يسكن غير كي يرزن الآلهن غلي انتعبات كذا كذا إن ناس نوهو إن ناس يغدور بيتنا من كيس قسيت هوا اللي قسم قرن سقسيت يغي سوال يجاوبون يغي قال إله هاتي ردون يجاوب ما يسكر غيكا.
صافورين نيت سني سور سلان والو، ولكن الشيطان يغرطن، يعني يغرطني ناسن يخصكون التنغيم. إبراهيم الخليل يخصكون التنغيم، يخص ما نقرا يخص تتحيد، هذه خلقوا لنا مشكل وهتفهم كوني الالهه نونا سلام التوحيد نربي كذا كذا. ففكر المشركين، فكر القوم ابراهيم غاكود انا مرات سكرن نان يخص نشعل النار، يعني اتشعل النار اي قوت اي متاججه، وظلوا يجمعون من الحطب، ارسمون غمس الحطب شهورا حتى اوقدوا نارا إن حتى ارتفع لهيبها في عنان السماء، يعني ينار كان عظيم، يعني اللهب نسيت ميغنوان الحر من اللهب نسيت ميغنوان، ارتفاع الحرارة ولهب شديد جدا. فلما هموا بإلقائه أو إن صيدنا إبراهيم فجردوه من الثياب، كسنا كل ليل صيدنا إبراهيم الخليل باش التنوح نغمس العفيتان، فجردوه من ثيابه اصبر واحتسب، يصبر سيدنا إبراهيم واحتسب ذلك وتوكل على الله. إذن وليت وكل في ربي يصبر يسن بأنه ربي الذي غمسنا الشدة ولا الرخاء هان ربو راه تضيع أبد الآبدين. دائما بنادم يغسي وقع كرا ولا كذا يخصص أي قلي اعتقاد نستوكل نغمسنا ربي، إمريض يقلي اعتقاد نستوكل نغمسنا ربي، يسنس الشفاء يصدر ربا ديتكا إلا درس كلا المشكل ورتيفوكي يقلي اعتقاد نصغر بارد ظلب ربي. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعين بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كل الأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والنيل أنا كرا يظلب ربي سبحانه عز وجل أوريت ظلب أفغان أن أفغان وردرس ما ذاك يكع يغاكو كيك فغصا هنصبح ولا ذاك يكف الباب نربي ديما ينورزم الخزائن ربي ديما كانت ملأة هان نريد نقص ولو غمص الأمور ربي غا كيكفا ولا غاكوريك فيه الشفاء نفس الشيء السنة يوم ربي الشفاء كرينا يتشفى ريتشفى بإذن الله جل وعلا. ما عليك إلا الأخذ بالأسباب المشروعة، يخصك تلي تغارة تسكت الأسباب اللي رضان ربي المشروعة. سيدنا إبراهيم نويت تغار في الصبر والاحتساب والتوكل، توكل على الله ويصبر يحتسب غنش كان ربي فجردوه من الثياب وألقوه في النار. الحنتين غمس العفيتان لسكرن على رؤوس الأشهاد زرنت كل من القوما يزرت كل بدون استثناء غيكنا غينا ربي سبحانه عز وجل إلى عفيت غاكودا يا نار كوني بردا وسلاما. إن ياس ربي يسولس العفيت اللحظين اللي غنقيس نحن صيدنا إبراهيم شوف ولي إلا نصيد ربي هطير بورة خيب. إن ياس يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، إننا أهل العلم لو كان إن ربي العفيت غار كوني بردا ورسني وسلاما ريم سيدنا إبراهيم من شدة البرودين اللي لنغزي العفيت، ولكن إن ياس كوني بردا البرد وسلاما يعني موينة دور يعني التوسط البرد وسلاما. لو كان الناس ربي سبحانه عز وجل كوني بردا ريمت من شدة البرودة، ولكن الناس ربي يا نار كوني بردا وسلاما. إن جوت ربي سبحانه عز وجل وخاني درغم بس العفيتا ورسي وقع والو بإذن الله بإذن الله عز وجل. وكان غونش كاد أفدنيوي أول واحد أول نبي ريت تكسى يوم القيامة على رؤوس الأشهاد هو سيدنا إبراهيم. علاش؟ لأن القوم نس المشركين غاكودان لورورين أيام نصر ربي سبحانه عز وجل اللي غرتني نوح نغل عفيت جردنت كسناس الحوايج نس، فكفاءه الله سبحانه عز وجل يوم القيامة إن شاء الله غمص الأرض المحشر على رؤوس الأشهاد تقولوا زرين الخريق اللي غمص الأرض المحشر تشكز الحلة من الجنة فيكسى بها سيدنا إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. إذا أنا جيت مع يعني اللي غنسول في النقطة المفاتيح هذا الدرس، أول صفة أرض المحشر أول شيء خصنا تنسن الأرض المحشر لهيئة أنس دماني كيقا غير اللي غردي تحسي بوفقان غير اللي غران كل يوم الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة، يعني غير يا يتما هل لا أحد يتخلف هل نري اللي برني قول ولا أحد يعني رني إسكوس ورد يشكس الأرض المحشر. أوي كل جميع الخلق جميع اللي خلق ربي سبحانه عز وجل رايح حضر الأرض المحشر،
وكان ذلك على الله يسيرا، وكان ذلك على الله يسيرا. إذن صفة أرض المحشر، من كتقى الهيئة الأرض المحشر لا ريب أنها ستكون مختلفة تماما عن أرض الحياة الدنيا. هنورت جزود أكل الدنيت، أكل الدنيت اللي نزرع وريجي زود الأرض أغرد تحسب أغريلي الأرض المحشر. أوهوي، فإن الزمان يتغير، الزمان يتغير بإذن الله عز وجل، فحتما يكون المكان غير المكان، حيث قال الرحمن الدنيا والآخرة، لأن الدليل يشكل القرآن إنه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. يوم تبدل الأرض، يعني الأرض اللي غنعيش نكني وريجي انت نغرد إلي أرض المحشر، وريجي أكلا أغرن تحسب. أوهوي، إلا لاختلافيت ما إن ربي القرآن يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تتبدل أرض الدنيا وسماوات الدنيا، لقنا غري لي أرض المحشر رد بدلني جنوان وليك ليون. فلقد وصف لنا المصطفى طبيعة الأرض التي سيحشر الناس عليها وصفا دقيقا بليغا. إني رسول الله صلى الله عليه وسلم غل حديث اللي رن الزريلة إمليغ جس الأرض لهي أنس اللي غرد نتحشر اللي غرد نتبعيت اللي غري لي الحساب. ففي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث سهل ابن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عثراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، وفي رواية كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد، ليس فيها معلم لأحد. ميغان أرض عفراء يعني تقى بيضاء تملول بزاف، والعفرة يعني البياض، البياض شديد يعني البياض تملول بزاف. ثم أرض بيضاء مستوية، تقى النشل والقسل للعوجاج، تقى مستوية كالفضة البيضاء لا يوجد عليها معلم. ما هي المعلم؟ يعني ورقيس اللي انت الأشجار ولا الأنهار ولا البنايات، ماشي زود الأرض اللي نسمو قول غير هذايا تما اللي إلا نغي الدنيت. هنوريكي زود أكل أنا غرد نتو بعيد، وريكي زود أكل أنا غير الأرض المحشار، وريكي زود أكل أنا غرد نتو حسيب. إلا الفرق، ستبدل تلك الأرض وستبدل السماوات. الأرض اللي نزرع غيلا وريكي نتان، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض عفراء يعني بيضاء شديدة البياض. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيها معلم لأحد، يعني أرقس اللينت الأشجر اللي نسمو قول غيلا، أرقس اللينت الأنهار اللي نسمو قول غيلا البحور، أرقس اللي البنايات القصور ولا الفيلات ولا أوي، يعني رد يا ربي الارض يا ظنين الجديد، ولم تسف فيها اي نقطه دم. وري اللي مجوكيش يسكن كره المعصيه، وري اللي مجوكيش يسكن كره الذنب، وري اللي مجوكيش ينغن والو، ماشي زود الارض نغنكني غيلا، الارض نغيس كل القوت للمشاكل، يعني قيس الا ما قيس ينغن الروح، الا ما قيس يسكن الذنب، الا ما قيس يسكن المعصيه. حتى الارض اللي غير تحسب هان ينقيت كل ربي سبحانه عز وجل، ورقيس اللي المعلم الكريان ورقس اللي والو بإذن الله جل وعلا. أرض نقي جديدة وبرزوا لله الواحد القهار. هكذا أنا رد نفخ ضرب ربي سبحانه وعز وجل باش داغي حسن كري قتيان غيك اللي سننا الدروس هاد اللي زرين سل أعمال نس ونمو في الكين الأعمال نس يتما هاني مرتاح البال ونمو ورفو الكين الأعمال نس الويل له. إذن صفة أرض المحشر كما أخبر الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. هنكرس غينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصصنا من الإيمان إيجان جازم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرض عفراء بيضاء شديدة البياض مستويات، ورقس اللي كرا اللي عويجاج كالفضة البيضاء لا يوجد عليها لا أشجار ولا أنهار ولا أبنية. شوف غال الأرض يا يتما اللي غرا داغي حسب ربي مانيكا دا سيسكر دمانيكا يقا دنقل اللي قسلان، فما بالك بالجنت مانيكا تقا. الجنت نعام يا ظنينا،
الملذات يضنينين، العالم يضنينين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقطة السند، كيف يحشر الناس على هذه الأرض؟ منك أسرد التحشير وفقان أرجز ولا تتنت من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة في هذه الأرض. يخرج الناس من القبور يكلب دنتني الحديثا ديمة لدرنق حفاة عراة غرلا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عائشة. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرا، قالت عائشة يا رسول الله الرجال والنساء ينظرون بعضهم إلى بعض، قال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. هذه الحديثة نزلت لغس النوم من عائشة رضي الله عنها يا رسول الله الناس رسول الله تلت فورم الدامس القبور نسم حفاة عراة غرلا، وش كد نزلت الناس أمنا عائشة الرجال والنساء يرجزن التي مغارين ولا تثمين إن ينظروا بعضهم إلى بعض، يعني يرجز رئيس مقول السمغار تمارت تسمقوا سرقز يختقى حافي ولا عاري. الناس رسول الله يا عائشة الأمر أشد، الناس تيوش كيسن ديال الأمر شقان يال هولي كان عظيم يال الحساب ردي لنا القدام نربي ورتسولي ويغوض غيد ولا اختضغي، يعني وخيت بتستم غرض قدامك تقى حافية تقى عالية ولا سقي ستساويت يوم القيامة يغضي ويربي تفتنك غيد غدونيت سلم فاتي الناس الجمال نصغيد غدونيت هان يوم القيامة رت بتغل قدامك أرتيني نفسي نفسي حتى كي رت بتغمس لقدامك رتيني نفسي نفسي، يعني القلبنك إلا نمي الحساب إلا نضل الأرض لم يحشر رد زريت القدام نربي سبحانه عز وجل. ليس بينك وبين الرحمن ترجمان، أريد اللي قرأك ربي كرا ما يكتفسان كلهم يدن يوم القيامة رات السن ما تسكرن يختسكرت العمل الصغير حراتي تسنت يختسكرت العمل السيئ راتي تسنت، يعني ورقسي اللي هو دي السن لغة العربية ولا هو دي السن لغة كلهم يدن رات سوى نسيا اللسان لسان واحد حتى اللي غنان أهل العلم ربما اللسان اللي سرت سوى الريقيان يعني سيتقنون اللغة اللي زيوك القرآن أسرى كلهم سوى بإذن الله عز وجل، لأن الأمر ربي كون فيكون أتنيت وكيت قيتاش الحورت السن نغضوا ديقا فرنسا ولا وهو هانا يتمرت قيت اللغات بإذن الله جل وعلا. غير غراك ربي اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، غير الكتاب نقزر ما قيسي لان أي اللي دي تويت تويت العمل الصالحاتي تويت العمل السيئاتي، وكان والنيران أني سجد دي أقول لي بدان تيني العمل سيفا لكي غيد غدونيت التيني سجد دي غيد غدونيت يربح غمس الآخرة يخصطي يجمع دوغا يونس أي قاورة يا يتمع ولا كن انت يستميس كوس يقاور يا كرت جمعت يغرت سخت كرا المشروع يغرت سخت كرا يغرت سخت كرا تجمي ولا كذا أرجمع دوغا يونك أو قاور سرزل الأعمال نك اللي كله تسكرت الظلم اللي تسكرتي ميدن سرستي هذيك يتي السن ولا كمتي السن أيوة القضية يا ضنين الشتاء إذا ميدن سنتو كان ولا يكتفرن ولا يكوري تفرن سنتنو كان ولي تظلمت سكرت فلس شهادات زورت سنتو كان ولي فتعدت سنتو كان يخسلت الربات سنتو كان تعيش تغمص الحرام سنتو كان أين كله تسكرت كي أي السنة جيوك ما تسكرت والريد تنعلت الشيطان نيت بسم الله توكلت على الله تضاد استقبلت القبلة أرتلت فرب بدك يسامح تكفت المظالم من سيميدن والناموتي ويتكرت كفتست غمي غيد غدوني تهر نسوى غيد غدوني تهيت مع ولكن مين أولت مع سنتي استزنيت سنتي استعدت فوات جار سنتي استسلت الشعوادة في كل التسعي ميان تريد سنتي سكميت تقنتي لا سوكان ما تنتي قان القابر سنت القابر أولت مع يسرى الدرم قيسوري اللي وبام ولا يموام ولا خليم ولا عميم ولا يويم ولا حتين هانا نقيس لفيت أولت مغار العمل اللي تقدمت هاتي ونشكاد ننات نعاود ننات إذا كان تكار يستمات نغباش تنيرانا ديو الرسو غرس هانا يتمات إلا سلقابر شقانت هان الحساب السؤالين إشقا فما بالك يغرد تطلق ضمن ربي الذي لا تخفى عليه خافية إنك بسم الله ما تدرك إلا رزم الكتاب انكتفيت من قيسين اللي قيسين لان أرتندمت حيث لا ينفع الندم نويتي دغر فمص الأرض لم يحشر لقتنا غيب الدور جاز القدام انتم غارت يوم القيامة
ورتقيسي وي ورتلسي والو ورقيسي سموقل تم غارت نفس الشيء حتى انت وريلسي ورقز والو ورقيسي سموقل يعني أركل التنين نفسي نفسي كريجاتي أنا يقصد سوقين سر التيني أقيون وقيونو هاتي غونش كاد وركي جيكي يرتين لك مولك مولتي ولتما إنات سيدنا آدم وكلي رنزل أحد يتليد يشكن إنات سيدنا موسى إنات إبراهيم الخليل كل جميع الأنبياء التنين أبلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرتني أمتي أمتي يا رب الأمان الأمان وصيد ربي كني ليسكرني غير غير الذنوب ظلم عاصي نكيت كييد دولت ما دوان دوان ولو ليسكرني الذنوب تخلفن أوينا تسكرن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعين توحيد ربي العبادنس هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرجيك ترجع دي توريكي هو كان أمتي أمتي الهدف نس أدور تعدي بالأمنس كل يدخل الجنة إلا من أبى كلهم يدنرت شمل الجند غير جزن ولا تمغارين أبلا ولا وريرين ننص يا رسول الله ومن يأبى إن اسم من عصى بالقاسم فقد أبى وأنه وريت بعني اللي ذي رسول الله السنانس إم تفطعت ربي هن يضل جيونس هن الفلغ يشتكى هن يتما أدونس مقول دونيت الناس لا بدقيس نعيش هان دونيت لو كان دوم رقيس يلي خير مني وخير منك إيقات رسول الله ولكنها تفنى ويفنى نعيمها هان نشكنا تريد تعيش هان رتمت أعمار أمتي اللي جوش كان غمس لحضرتنا رسول الله أعمار أمتي طبقات أعمار أمتي بين 60 و70 إن رسول الله صلى الله عليه وسلم العمر الأمان ان اخر الزمانات غلا الامه اللي كولي جراند قالت الامه الرسول صلى الله عليه وسلم راد عيش من 60 سنة 60 عام 70 عام ان ومنهم لاخر الحديث ومنهم من يجاوز ذلك ان الا ما رايلكم 100 سنة ولا 110 ولا 120 ولا 130 من هم من يجاوز 70 ولكن الاكثر يمد غلا دايت مع اللي نسمو قول ارتمتات 60 70 هو اللي كان غير 50 عام غمصل العمر نص نخت 60 يسفل دي الحديث هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت نرجو يزولي ورجو يزوم يفتى غري المعاصي الذنوب يعيش وكنسول غمص الحرام يسفل دي الحديث هذا إذا يتسول فغاي اللي يسكر اللي يخشن هنا رسنتيني لا إله إلا الله أكيه ضربي لأن العمر كلكم 60 سنة رسول الله إن العمر الأمان وبين 60 70 كي يرسل سالات ما يدلين تينور تجد ديتور ريت سغارس لا حول ولا قوة إلا بالله هاني تموت تموت في الجاهلية وفي الأخت الشتكات تموت في المعاصي ومش كاد يسكن لنا باش لعل وعسى وانا يغيس فلد نغيم سفلد نعزانين يرقاز نولا توتمين يويتسو الشيطان يغرسو الشيطان يوريد هان دونيت وردوم إذن الخروج من القبور لا بد يلي الحساب بين يدي الله لا بد يلي يعني ردي فور إنسان إجاحا في عارين غرلا سيحيط به الذل والهوان قال تعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج أغرد لقنا غرد نفو نعم من ماذا من قبورنا إما أي الإنسان منور سنور نربي يغيموت في الطاعة إما داس كل دور تلس الظلمة السواد يغيموت في المعصية والله إنه يسير على الله هان الخيرة لكلنا إيجا يسير في ربي سبحانه عز وجل أورف لسي شقي الله يسير عليه أن يحشر الناس جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ولا يتخلف أحد ولا يمتنع أحد كيفما كان نوعه وجنسه وعرقه وكذا إن ربي القرآن ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا غادي يحشرنا رب العالمين وما يخلي حد وما يجيش الأرض لم يحشر ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا
لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. إنك ربي رضا غدي حشر يوم القيامة كل يتمى إرقاز نولا تتمين إكنا ثريت تقت من الجن والدواب وكذا كل شيء أي اللي يموت يتدفن أي صفة سواء شنك الأسماك ولا البحار ولا كذا ربي سبحانه عز وجل هني يفلس يسير أريتني الأمر يكون فيكون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يا من ربي يوكل يسموت كل كرة قيسي تدفن يا من ربي البحار أو ناس كل كرة قيسي يتدفن نخت كان قيسي يموت نخت كذا في رمشة عين هان ربي تدرس القدرة عظيمة وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة لا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا غكودا وعرضوا على ربك صفا غكودا نرى أرن عرض الأعمال في ربي سبحانه عز وجل ينسيان ينسيان في رمشة عين يعني يسير الحساب غدر ربي وأنه يسهل ربي الحساب نسال في الأسيق يسير وأنه يموت في طاعته الحساب نسال يتماريق يسير ورقي سيت تعديب والكذا والكذا واللي يموت في المعصية نسال الله العفو والعافية الحساب نسريق عسير ضد يسير عسير وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة رنتشك غيك اللي كيخلق ربي أول مرة ما لبست شيء حاف عار غرلا غير اللي غدي تخلقت ورديت ويت العمل غصل اللي غرك دي بعت ربي غمص الارض المحشر ردخ تبعيد ولكن اللي زديت تولت ولكن الا درك العمل غل لحظه يا اللي غديت واش كي تورتي ويت الاعمال اللي غرك غدرت الدنيا التروات تمغار تقماض القصور الفيلات كذا تي وديك يا العمل العمل نوري اللي ما في لاصي طلعنا بلا ميت ربي جل وعلا ورنسين العمل كي سيصلح نغدي سيقى سيء كي يتسنت ما تسكرت لأن المقام لك تزريتين اللي غريب فوق روحنك تسنتو كان يستعدد تسنتو كان يستظلمت ميدن تسنتو كان يستشتهي دم ميدن يخصى التوبت تريد قبل فوات الأوان بل زعمتمو أن لن نجعل لكم موعدا يسكني سنة مغداري قيان بها أنه ربي سبحانه عز وجل ورادوني سكري الموعد للحساب وهوي هان الحساب إلا يتمع هان نكوري غير الشيطان تنيت هان نكي غموت اي كي الشوكال توكات كذا صافي من تملهي وهوي هان رد اسيدي التبعيد منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم طارة اخرى حشر الله الخلق جميعا في رمشة عين لا يتخلف احد كيف ما بغى يكون جنسه يكن نثريتك جنسك وصبغتك ولغتك إيكي نثريتك أي نثريتك أي نثريت طفت هان رديت بعيد الأرض لم يحشر للسؤال فلم نغادر منهم أحدا للسؤال عن القليل والكثير قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا 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 نخنا رانزري دار ربي ورد زريت كيد قماك ولا كيد الوالدانك ولا كيد باك يعني دفع فيان اوهي فردا فردا ينسيان ها قماك ارقيس تسمو قلت ها باك ارقيس تسمو قلت ها الوالدانك ارقيس تسمو قلت طالان قيد غدوني فناك الفلوس ايوين سكرناك كذا تيهلناك سكرناك تي قمي سكر اي اللي كله تريت الملاد داتن دوني تفناك لو ساخن دوني تلنا ندرسن الاموال طالان قيد غي وراد الجن حتى يعني هذاك السلك مسو فلاك تعدي ولا اوه غير غدوني يوم القيامه راه تزريت قدام ربي فرضا فرضا لا كي لا باك لا يمك لا تروانك لا عميك لا اي واحد لا زوجانك لا فرضا فرضا كل بعمله فرضا فرضا كل بعمله يا نسيان كريات يا نس العمل نس ان الذين امنوا
وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، سيجعل لهم الرحمن ودا. كل يأتي الرحمن كري قتيان رديش كري زنق ضم ربي، فلا يتخلف مخلوق، فلقد أحصى الله الخلق من لدن آدم إلى آخر رجل. ها ربي سبحانه عز وجل اللي درس العلم من سيدنا آدم اللي سيزوري خلقت غمص البنادم غمص البشر من سيدنا آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة. أروى اللي كولي قران غمص البشر يسموت رتني كولي بعت ربي لكن اللي ردي بعت الجن ولا الدواب ولا كل شيء. فهم ينطلقون جميعا وراء هذا الداعي. أكودنا رضي الله ربي يا الملك الداعي الكريم الذي جاء ليقود الخلق إلى جميعا إلى 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 الحساب. أكودنا رضي الله الملك رضي الله ويتما سل الأرض لم يحشر البشر قسم تحسب أقسي لي الحساب قدام ربي سبحانه عز وجل. انطلقوا من خلفه ولا يلتفتون ولا يتخلفون، صامتين مستسلمين خاشعين، يعلوهم صوت رهيب يزلزل قلوبهم، سكون غامر يغمر المكان كله بالعظمة والهيبة والإجلال. دخلنا ديوز ربي الملكة دايتما الداعية ذاك اللي نزري غمس الأحاديث اللي زرين الرسول صلى الله عليه وسلم راه كل يسوق البشرية جميعا من غنتو بعد غمس القبور راه دخل ردي نغيمون الداعية الملكة المهمات الوظيفة الله يصف ربي يسوقنا إلى أرض المحشر. قال يعني تعلون صوت ريل الصمت ين الصمت ين عظيم ين رهيب ورتسفل تحتان كل يسير إلى أرض المحشر يكنا ريقيقيت يعني سيت الهيبة ديال الجلال. قال سبحانه يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وقد خاب من حمل ظلما. تمع نغمس الآيات يا فقان أقما ولكمين ولتما يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الكلام يومئذ همس صوت خافت يعني ورات سفلتي حتىين لقتنا نسوق الملكات الداعية إلى أرض المحشر يعني الهيبة الإجلال كل ريتيني نفسي نفسي أرت سفلت غاري الخشخشة مدن يغزي جزن يانو ريسا والسيان يانو ريت الصصيان مش يزيد الدنيا تغي يختلي تغمس نكرا المجمع ولا كرا المقام ولا كذا ولا تريد كرا الاجتماع ولا كرا أرقص لا غير تريد ضر ربي سبحانه عز وجل يعني ركي مزيت الهيبة ديال الخشوع رب الكون ما رديت مقيرت رب العزة جل جلاله الكون كله لله لا إله إلا الله. يسوقنا هذا الملك هذا الداعي إلى بين يدي الله باش نركم الأرض المحشر اللي غير تحسب يا يتمع. وهل يستطيع مخلوق أن يتفلت أو يتخلف؟ أبدا. يسير لما يصدر النور يشق وهوي كل لن يشق بإذن الله سبحانه عز وجل كل وعانت الوجوه
للحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمر ظلما. يعني جميع الخلق سيساق إلى أرض المحشر. قال تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، فكشفنا عنك غطاءك، فبصرك اليوم حديد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. كريجة أفغان هرقز ولا تتمت رتي داوين الملائكة اللي سستو كل فنين، سائق وشهيد. الله أكبر، سائق وشهيد. ركد يوي الملك ونظر في لتشهن رتشهن في الأعمال لك اللي تسكر. الله أكبر، لقد كنت في غفلة تكتستين يضلك الشيطان تليت غمسية الغفلة تفيت المعاصي الزنا المفاسد غيض الدنيا تورتسكرت الحساب وغيغون شكا هانا يتمى ونور يسكن الحساب يوم القيامة والأرض لم يحشار والليل اللي كله نزري هانا يضلت صور الشيطان. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن لو قلنا نقوله بدنا نغمس الأرض لم يحشر سيدنا، كما جاء في رواية الترمذي بسند حسن يقول: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنف مشاة وصنف ركبان وصنف على وجوههم. وكان لو قلنا غرض تحشر مدن هاتي يرد كراد الأصناف، كراد الحالات، كراد الأصناف، الحالة اللي زورن ولا الصنف اللي زورن رد زيجز مشاة رد زيجز صدر نصن، وصنف ركبان كراويد رد السدون، وصنف على وجوههم كراري زيجي السود منس وراي زيجي الصدر نص. سلم سلم يا رب، سلم سلم يا رب. الله أكبر. أنفسر الحديثة صنف مشاة وليرة زيجي صدر نص عادي أركي لكم الله أرض لم يحشر لقتنا حتى يسوقهم هذا الداعي بإذن الله. وصنف الركبان إلا ما ريس السدو ونوريك السيارة الدنيا تهوي الركبان الآخرة الله تعالى أعلم من يكتقان أركي نظر الحديثنا رسول الله أضاي ربي ولي ريس السدو الركبان يعني ورد صغينا دار رات السدون بإذن الله عز وجل. أرنت في تغيلا غيد مسكين الفقير غيد غدوني تور درسي اللي ولو لا ولو ولو درسي اللي ولو يعني ورد اللي لا الدراجة لا الموتور لا ولو غير فقير ولي الطفوال غيد غدوني تفيتن الغني درس أفخم السيارة درس غير اللي كتكاتيلي درس كذا الفقير غيد غدوني تيقل لي نوري الطف والو ولو الطف والو ولكن المرتبة نس العلو ونس قراز ضربي تقع عظيمة جدا تفيت من الواد اللي غيد يطف السيارة وأفخم السيارة اللي كتكتت كذا ورجو قسين الله أكبر ورجو يزولي وإني غيد غدوني يوف الفقير الفقير أني قل لي نوري الطف والو. يوم القيامة رتيلي العكس العكس يتم يوم القيامة ما يتيلي الغمص الأرض المحشر الفقير اللوري الطفن والو غيد غدونيت ريس السود وغمس من الركائب من الركبان الأخيرة ورقين زيد وين دونيت ما غدي بيني وين دونيت تفيتن الغاني اللي غيد يصغر المعاصي الذنوب تكادا ريكسو غيد غلقات كتات كادا يوم القيامة سيمشي على وجهه ريس زيقي السود منس وريس زيقي حتى صدر نضرب ربي السلام ريس زيقي السود منس. الله أكبر. إذن لا ظلم اليوم هل حقوق ضرب ورط ضيع لا إله إلا الله يسكني وغر المقارنة مزيان بنا ما يطف الحمد لله وأنا موفر بالرزق نس الحلال فعلان يسكر سس الركائب نس يسكر كل شيء ونش كنا يفولك يا يتمع وأنا يطف الطوموبيل نس تفولك وأنا يطف كل الخير نا يفولك إيقاء الملدات الدنيا كذا وإني هنك فلس نطوري غر الشيطان نكرم اسمه قول غرف ولي الطفنين يغرات الشيطان إما الأغنياء الحمد لله هانك ما هو خطاف ولا الأغنيات يعني تيم غير اللي دار لنا الفلوس ولا يرقازن قان تروى الله
طافن غيت السيارات طيفن غيت كذا أسكار الخير هان غوين رداسني زيد ربي الخير في الخير يوم القيامة غي كلي سكار الخير غيد غدوني الأعمال الصالحة رضا الله نحبون ربي متن في الطاعات كذا هان ردني داس سودون يوم القيامة ردقين صنفون ركبان إن شاء الله وكان ما فتدني ويني ويتي غير في المال أضر أريد الله الإنسان واش كان كافتي دنيويات ما اما زيدو كان الغني زيد الفقير يغدو ربي يشرك الطعام ربي مفطعان ربي هان سواسي يوم القيامه هان رضا كيسكين سواسي باذن الله عز وجل يستدني وغار في المار اكوري ضلو اكوري ضلو فغارس ربي الحمد لله ولكن بنادم اللي يسفل يزيد غنشكا يخصها تيطعض يغيسكار المعاصي يديرو بتكا يضلو الشيطان يخصها تدي وريم واحد الباب التوبه الا سول ينور زمسول أدني وريس الحديثنا وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس قال رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه فقال المصطفى أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة إن يسر ورغزاد رجلاد إن يسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يسرد تحشر الكافر سود منس إن يسر النبي صلى الله عليه وسلم إزدر بالتي خلقنا الدنيا إكفاس القدرة أرزق الصدر نس غدوني تايا يسي الزدار التيامز يوم القيامة يزيقي السود منس الناس يه قال قتادة بلا وعزة ربنا هل القدرة ربي غير كليس النطق عظيمة ربي اللي كيوفقن يفكك رزقنك يفكك العقلك يفكك الصحة انك غدوني ارتزيقي زغيت صدرنك يعني هاني الزدار ربي يختمو طفل معصية تكتكافري وسرستو منت يعني تمت في المعاصي ذي الذنوب كذا هان ربي زرك دي سورة زقس يوم القيامة سود منك تمشي على وجهك وبوجهك أرد زقس سود منك يوم القيامة هان ريالي الصنف دايت مع انضال بربي أداغ قيس نوريك أداغ ربي الصنف نقول لي ريس سود الركبان ونحن نقول بلا وعزة ربنا إنه لقادر لقادر سبحانه عز وجل أناس يمشون على الأقدام وأناس يركبون لأن ميدن رد زيجز صدر نصن غمس يوم القيامة الأرض لم يحشر لأن ميدن رد زيجز صدر نصن إلين ميدن رد السودون غر ركائب الآخرة من هؤلاء الذين يركبون ماذا قال غوي دلي ريس السودة يتمع غوي اللي مدنين فطع عن ربي اسمع لربك جل وعلا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون غدا يتما أردمي أريق غولي ريسدو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون يعني تجيت الزغوي اللي سكرني التقوى ربي إلا درك العمل كي صالح تعمل طعام ربي تمت في النور ربي يعني كل اللي تسكرت رتي تسكرت لله ورتي تسكرت باش تيني نمد سمعة ورية تحبي ربي إلي درك التقوى ربي سبحانه عز وجل هان ربي ركي دبعت يوم القيامة رتي لي تغمس نولي ري السدو الركبان إما يختمو تفمس المعاصي تكتل المتكبر المستعلي هان رد زي السود منك يوم القيامة الله أكبر ويقدم الملائكة لأهل التقوى ركائب من دواب الآخرة عليها سرج من ذهب فيركب المتقون وينطلقون بها في أرض المحشر حتى لا يمشون على أقدامه في هذا اليوم العصيب يعني أنت فيت الملائكة وكان سرك تقند ما ردك سكرن ردك فين تكرن الركائب كرن الدواب غمس الآخرة ورقين زندوين الدنيا عليها سرج من ذهب بإذن الله عز وجل فيركب المتقون واللي يتقان ربي مفطعان ربي ريسدو وينطلقون بها في أرض المحشر لا يمشون على أقدامهم في هذا اليوم العصيب وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان إذن والنيران يتمع محد يرزم الباب التوبة هاترت بدنتين يغضروا صنط لأن عيب عار واللي يسكرن دنب المعصية يزيكس في اللاس هاتيغي كان يخشين واللي يسكرن الذنب المعصية يريد يتوب ربي هان إن الله غفور رحيم هان ربي ربي يتقلص توبانك لإينا بانك وريد هذاك وريد زيان الشيطان غنشكنا هان إنا واخا تنغيط الروح واخا تسكرت أنا سكرت وريد طلبت
رب داك يسامح أباك يغفر تسكرت المسامحة دميدن هان ربي سبحانه عز وجل إيقا غفور رحيم ربي إيقا غفور رحيم وانا غيس فلاد غير قازن ولا تتمين سالسوا الدنوب بالمعاصي والرياد هان ما حد يلي الموقفات هل الموقفات إيقا عصيب يختريت تقتلوا تنجي من عند الله تقتوي اللي رئيس السود يوم القيامة غمصنا الركائب الآخرة تيلي الصيرون قرق ربي سال التقوى ربي سال التقوى ربي تشكو تغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم تمت في الطعان ربي وخاي ليلي لنمت في الطعان ربي للمحبة ربي للمحبة رسول الله هنو أنا يموت في المحبة ربي للمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هرتي دي بعت ربي راضي عنه وكان يتمع خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى يعني واصنع كما شاء فوق أرض الشوكي يحذر ما يرى ولا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى هان براد ما ضروري يحقر ولو يان الذنب لمعنى كان رغت السنميد هان الذنب يانا تورت حقرت المعصيات تورت حقرت يخكيت فلاس توفى الموت نغد المانية نغمالك الموت هان تموت على المعصية مشاكات نيتوان كاسكر غدا نبات غصد توبغ صباح إما يختموت اللحظة أنا أوه يقصد دائما التيلي تغمص الطعام ربي يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم ويردا ونسوق ميت المجرمين إلى جهنم ويردا وأن يموتن في المعصية سيساق إلى جهنم ويردا خالدا مخلدا فالتقي يحشر راكب واللي ينتقن ربي رديته بعيد إيقا راكب أما العاصي واللي موتن في المعصية يحشر واردا في نار جهنم أما المتكبرون الذين انتشوا وانتفخوا في الدنيا ولم يدلوا أنفسهم لله ولم يخفض جناح الدل خلق الله بل طره مغرون بكذا بماله وكذا 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 فإنه سيحشر يعني يوم القيامة بالمهانة والذل واللي الدليل للتكبر غيد لاستعلات كذا 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 وراك يرضي الفقراء ويرضي كذا يعني غوان يقى متكبر هان ردي تحشر يوم القيامة الذل راكولو ستدسه أقدام الناس راكولو فلاس زرين ميدن يوم القيامة راكولو فلاس زرين ميدن نص المنظر اللي هي آيان اللي سلة لأن يقى متكبر غيد غدوني ها بلاد ما دوري متكبر الدنيا يخصط يخفض الجناح الدل لخلق الله جل وعلا غير لما سركي سوال فتسلقت يعني الا ما ديك تنقاش فسلقت لا تحقرن الطور تحقرت اتني تغودي قال الفقير كي قال الغني نغدوا دوري غرين كي غريق وهوي يخصك التكوي تكت متواضع من تواضع لله رفعه جميع الميادين دارك الفلوس كي تجي متكبرة ونقول قرة جمع عبد الفقيرا أي تغم يعني الفقر نسولا أوهوي يقصد أدورك متكبر نغد نكيل سيغ مزيان ولا تجمع دغوان ولا كيل سيغ أوهوي أغمى يقصد هاني خديت غون شكا هل رديت بعيت يوم القيامة مذلل رديت بعيت المنظر هذا يخشن يقصد تحيت التكبر للاستعلاء يختريت أفلاك يرضو ربي ونشكا دا يتما أدريغ أتنسهمي واللي سالانين التكبر لإستعلاء أغوان إنك قال الفقير وراك ويلسي وراك فلاسك من اللباس تاويت أكوا ديس جمع تاويت ديس تسلم تاويت كذا أنوشكا نور تسكر الشرع واللي أي اللي يسكر الشرع وهو أتفت الحقوق نسني ميدن أدور تسكر التكبر أقلكي لي مكي كنت تواضع شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي قيس التواضع خير مني وخير منك يا ابن التراب ومأكول التراب غدا أقصر فإنك مأكول ومشروب عندك أكي غر الشيطان عندك المتكبر أكي غر الشيطان أيها المغرور أكور غر لفلوسك ولا لجهنك ولا لشرفك اعلم بأن والنغي للتكبر للاستعلاء هل رددت بعيث يوم القيامة مذلل وريلي مرات سقسيوي مذلل غمس الهيئات وكان يتما غنش كذا يقدر صع نغصة أصبح إن شاء الله باش نكمل لكلامنا نتسول في الأرض لم يحشر نسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا
مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك زيادة في الإيمان وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد، أن تحيانا في الدنيا مؤمنين طائعين وتوفنا مسلمين تائبين. اللهم يا عزيز يا جبار اجعل قلوبنا تخشع من تقواك، واجعل عيوننا تدمع من خشيتك، واجعلنا يا ربنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات غفرانا، وأنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور، وانقلهم من ضيق اللحود إلى جناتك جنة الخلود. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين رب العالمين. اللهم انصر من قلته ومرى عبادك وبسط يده في أرضك وبلادك، عبدك الخاضع لجلالك المتواضع لعزك وسلطانك أمير المؤمن جلالة الملك محمد السادس. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه للخير وأعينه عليه، وانصره ولا تنصر عليه، واجمع اللهم كلمة المسلمين به وعلى يديه. اللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتعلي به راية الإسلام والمسلمين. اللهم سدد خطاه وحقق مسعاه ووفقه لما تحبه وترضاه. اللهم اقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، وأصلحه وأنبته نباتا حسنا. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احياءنا، وارحم من علمنا، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين آمين. قلت وقولك الحق ادعوني استجب لكم، فاللهم استجب دعاءنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يمسفلد نعزانين أرون تني تنمير تنون بهر إرغان فسفلد نون الدرس مغصى غيقي انتضان قيوين نراديو أتبير أيزنون بهرة بهرة أركي غضغن مقار غول مقريضين أزكى إن شاء الله غسيس نيسي السفيون الدين اللي جنس والساق يتسلسل الأحداث النهاية الرحلة إلى الديار الآخرة إن شاء الله. ردوان تحييل الدرس أن زيت فوال في الأرض المحشر إن شاء الله غمد ديكا لقدام نجاكني هلا تسلم شرون أتقربي المغفرة الدنوب. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي الختام أيها السادة والسيدات المستمعون الأوفياء، باسمكم وباسم الطاقم راديو أتبير نود أن نشكر الأستاذ الفاضل عبد الله محلى على هذا الدرس الديني القيم الذي يغرس في قلوبنا ثمرة الإيمان ويقربنا إلى الله جل وعلا. فاللهم يا عالم الغيب والشهادة تقبل منا سائر الأعمال الصالحة، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، يا رحمن يا رحيم استجب دعاءنا وتقبل أعمالنا واقض حوائجنا، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. قبل الدوم شاركت على قناتنا غيلاد أدرف البطولة الزجاق دناقو السادة فذكرة حميلونا أو تتو تسفرتي أنجام تنمرتنج. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.